السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صرف 8 سے 10 منٹ ہماری آنے والی ویڈیوز پر دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو قرآن یاد کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے۔ ویڈیو میں جب پہلی بار کسی سورہ کو بتایا جائے تو اس کو غور سے دھیان لگا کر سنیں، اور جب دوسری تیسری اور جتنی بار بھی ریپیٹ کیا جائے اس میں آپ بھی ساتھ میں ریپیٹ کریں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کو سیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ سورہ میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ چلیے اب سورہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.